هنا شوف خالد، احنا في الجزائر، احنا في الجزائر دائما الحاجه اللي تجيب النتائج تلقى انتقادات. هذه شوف هذه معروفه. اولا اليوم شوف الناس كامل شافت باللي واسمو هذ اللاعبين كانوا ديجا قبل منهم. أه جو بونس كو لا جينيراسيون تاع زيد الدين فرحات وجماعه هذوك ثاني خرجوا من الاكاديمي تاع لا فيديراسيون واسمو دو فوتبول. هي دائما الاكاديميه تخرج واسمو لاعبين اللي عنده لماذا؟ لانه الاطار تاع واسمو الخدمه تاعهم دائما يسمى يخدموا اورغانيزي الى اخره، يتلقاو انتقادات. لانه اليوم شوف خالد الانديه نقولوها بصراحه ما يحبوش يديروا لي سون دو فورماسيون وما يحبوش يسمى يروحوا المجال هذا، يحبوا دائما هذيك الفوضى جيب الى اخره. اليوم المدرب واسمه رزق رمان واسمه الجماعه تاعو ها مدوا اون لوسون للناس، قال يا جماعه لازم لي سون دو فورماسيون ولازم نبقاو واسمه دي زاكاديمي. اليوم هذه الاكاديميه اللي جابت نجاح واسمه في الاي 17 لازم تجيب واسمه في الاي 15 والاي 13 والاي 19 الى اخره. لازم اليوم رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم يخدم على هذا طبعا هذه